السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نكمل ان شاء الله. قلت لك بالنسبه لهذا الصديق استقبل اول مكالمه، والله الا استقبلت المكالمه دابا يوقع مشكل. قلت لك هذاك الصديق فاذا به كيمشي عند، اتصلت به واحد السيده قالت لي اشرق لي الاب ديالي، كيمشي مسكين لحسنيه كيبغي يلقي لها الاب ديالها. فكيحكي لي بمجرد وصل للبيت كيوجد رجل كبير في السن ممدد على السرير على الفراش، وضع يده يقرا عليه فاذا به يموت. توفاه الله عز وجل. مات بقدر الله عز وجل، ما دري والو هو اصلا، ما مسو ما حتى حاجه، الناس حاضرين قرا عليه القران ومات. قال لي من كثر ديك الصدمه اللي صابتني انا اللي غسلته، قال لي هي غسلته وكفلته، هي غسلته وكفلته وشتفاها والجنازة غير فك القضية. ف غير مواقف اللي كيوقفوا الرقاد ماشي سهلة والله العظيم. المواقف الزوينة دابا راه قد تنسب إليا، لكن الصعيبة صعيبة. يعني الانسان لابد يكون هذا الباب باش يعرفوا غير الناس، على ان المعالج صراحه معاه امور كثيره اللي ممكن، امور كثيره اللي ممكن انها يعني تاذيه او تسبب لي وتسبب لي مشاكل. لانه خصنا نعرفوا قاعده ان الشياطين ما توضعش السلاح، دائما هي للمعالج بالمرصاد. كما ان هناك فئه خيره تساعده بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هناك فئه كذلك ترجو له الشر، تسلط عليه شياطين الانس شياطين الجن، من يحسدونه ومن يسحرونه ومن يفتنونه وهكذا. فلهذا كنقول لهذا كنقول دائما خاص كل ما خفنا الضغط على المعالج، كل ما كان يكون جيد، كل ما ساعدناه يكون بفضل الله تعالى جيد. طيب مرة لقيت وحدة، مجرد لقيتها عضتني وطقم الأسنان بقى في يدي. العض هذا راه كاين اللي كيمسكين معاه كيصعد كيصرف خواطي، كاين اللي كيضربو، كاين اللي كيعضو، فهمتي؟ هادشي كله وارد في باب الرقية، لأنك كتعامل مع قوة خفية ردة فعلها كتكون أحيانا فيها نوع من العدوانية، نوع من يعني انتقام، نوع من الطيش من الغضب. فإنسان هذا خاص الإنسان يكون حريص على أنه يجعل هيبة ما بينه وبين ذاك الخصم الذي هو في البدن. الهيبة هذه مهمة جدا، الهيبة كتكون لها 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 قوامها، لها مؤهلاتها، لها أسبابها، لها وقفاتها، لها كلامها. فكيكون واحد الهيبة ما بينك وبين الجن، قد يختم على هيبة،
قد تصادف شيطانا سفيها، قد خلاص كنت عندك العلم مع الناس، لكن احيانا قد تصادف مجنونا او رجل او سفيه لا يفقه، فما يعطيك قدرك وما يعطيك وقارك. كذلك في نفس الامر في عالم الجن والشياطين. فلهذا الانسان لابد يحرص على هذه النقطه المهمه، المسافه ما بينه وبين ما بين المريض. لا اقصد المسافه اللي هي المسافه يعني ديال القرب والبعد، لا، المسافه اللي هي بين الروحيه والنفسيه. فقد تكون قريب منه فليصل اليك بسوء، وقد تكون بعيد عليه ويشير لك معك اللعين. فلهذا الانسان لابد هذه الامور يكون حريص عليها، ويكون عنده فطنه وتكون عنده خفه وسرعه، لانك تتعامل مع عالم الجن والشياطين. احيانا كذلك الانسان ما يغفلش باب الرقيه، يقدر يكون هو كيرقي وغافل، وهو كيخنق فيها مثلا، او هو كيسبب في مشكل في عاهه بالنسبه للجسد، وهذا وارد. كم من الناس وقع لهم مشاكل اثناء الرقيه ولصقت في المعالج وفي الراقي وما عمل والو. الحمد لله انه كانوا الاهل ديال العائله ديال المرضى وشهدوا على انه ما عمل والو. يعني احيانا قد يقوم المعالج بابسط سبب الاسباب التعذيب ولكن يسير، فهو يحمله كانه هو ذاك السبب البسيط، هو اللي قام بديك العاهه او قام بديك المرض او قام بديك المشكل. لان الناس خلاص حتى ذوك اللي كانوا كيحبوا كيقدروا ضعف الايمان يوقع فيهم مشكل، والشياطين تكبر المشكل من اجل تنتقم لك لانك كشفتيها. فلهذا الانسان يكون على حذر، الانسان دائما يكون على حذر. حتى القانون باش تكون واقعي، مساله القانون، القانون ما كيأهلش ما كيخولش للمعالج انه يسلك اي مسلك من اساليب التعذيب، ولو وضع راس قلم، اذا ترك الجرح اثار هذه تعد جريمه. فهمتي كيفاش الامور؟ هذا عند المعالج كيف معقده، ومع ذلك هو يضحي بنفسه ونفسيته، ويضحي بجسده وباشياء كثيره من اجل انقاذ المرضى. راس قلم اثاره تعد جريمه. وتخيل معي الانسان الى مشى ولا كل زرق مثلا، او عرضه للضرب، او الاثار اللي هي ماشي مزيانه، يعني ولو حتى يكون القصد طيب، هذه يعد جريمه. لان لا يخول لك القانون على انك انت تاذي الناس، انك تترك عليهم اثار. فلهذا باش نعرفوا سلوك بعض المعالجين، لما كاين بعض المعالجين لما كيتهربوا من المسائل ديال الحياه المعقده، باش نعطيو واحد الصوره حتى الناس، باش ما نهضموش حق المعالجين، نتكلموا عليهم عاد ثاني من زاويه اخرى. بعض المعالجين لما كيتهرب من الحالات المعقده لانه يخاف ان تقع كارثه عنده، هو يتحمل الاثم تاعه والوزر ديالها، لان كيشوف انقطاع النفس عند بعض الحالات، كيشوف انه مصاب بضيق التنفس بالربو، او عنده الام في عضله القلب في دقه القلب غير منتظمه، او كيشوف تشنجات خطيره، او كيشوف صعقات يعني اللي هي خطيره بالارتطام في الراس او كذا، كيخاف من الارتجاج او المخلفات النزيف او شيء من هذا، كيشوف النزيف اللي كيوقع مستمر عند المراه مثلا في في في, في مساله العوره، او يعني كيخاف، او كيشوف حالات عندها مثلا امراض مستعصيه مزمنه او سرطان. فيصبح هذا المعالج انه ماشي الخوف من مواجهة الشياطين، وإنما الخوف أن تتضاعف المسؤولية ويتحمل هو الوزر تاعه والتبعات تاعه. عاد ملي كنتي كتعالجي شنو كديري؟ لأن هنا كاين مسؤولية قانونية، وتقول لك مسؤولية جنائية، ويولي هو في حيص بيص، يولي هو في مسؤولية قضائية من أمام القانون ما غير حتى واحد. وحين ربما يصبح عنده مساءله اللي هي خطيره جدا، خاصو يعرض الادله ديالو، خاصو يتناقش مسائل اخرى، ربما يكون عنده باش نفهموا. الناس كتجي هي حامله هم المرض الشياطين الابالسه، ولكن لا تعرف الخلفيات الاخرى التي هي من مسؤوليه المعالج. علاش نقبلك تنغوت؟ الغوته هكذاك. كاينه مسؤوليات سواء مع الله عز وجل او مع المجتمع، عرفيه قلبيه، وحتى هي مسؤوليه كذلك قانونيه، كاين مسؤوليات كثيره جدا انسانيه واجتماعيه كذلك. لا بد ان كل هذه المسؤوليات تراعى. الناس ما كيخلوش عليهم كيفهموهاش. فمن السهل ان تقع اي مضاعفات عند اي مريض، من السهل ان الشيطان يوسوس ليه ويخلق مشكل، من السهل يخرج هو اللي كيصرخ امام الباب والناس يقولوا لا راه هو سيدي راه ماشي الجن، راه هو اللي كيتكلم.
من السهل يدخل عندك الحساب ويكسبك امام الناس وتيسبك ويسالو في اه سمح لي الجن كان كيسبك. انت قلتيها لي وفهمتك، ولكن عشرة ومئة اللي ما شافوش الرد تاعك وخرجوا شنو يقولوا؟ الناس كيسبوا كيعيروا، وهذه كلها يتحملها المعالج ماشي غير انا، على كثير من المعالجين يتحملون هذا، مما جعلهم بعض المعالجين اللي ما عندهمش القوه والصبر كيفضل يقول لك واش داني المشاكل؟ اش داني شي يدي في الزوبيا وفي النحل؟ اش داني انا نحط يدي على النار؟ انا اعالج باذن وقد ما استطعت، لكن لا اذي نفسي فنقلب على الحالات السهله وحسن التملص والتخلص حتى هو وسيله يقول لك وذريعه شرعيه حتى لا اذي الناس ولا اذي نفسي. اذا من اللي يجي عندي نقرا عليه فتره محدده، ولا كانت حاله معقده كنقول له هالبرنامج سير استعن بالله وتوكل على الله واجتهد مع نفسك. اما انت كتقول لا هذا خصني نجتهد واجتهد وما وصلش خصني نجتهد مع انا، فالجن يقاوم والجن يحارب. فهناك حالات كتحاول ملي كتخرج كيجيها اغماء في الطريق او يجيها في الدار او محاوله الانتحار او ربما يجيها الارق او الوسواس القهري او اشياء كثيره ممكن تنتابه الانسان. فانت لما كيجي الغد لي عندك با او باها ولا مو ولا امها ولا هو او زوجها او زوجته، فيك يقول لك بعد الرقيه حصلت توكيت، فكتحمل مسؤوليه اكثر. انت من باب انك معالج وكتقلب على الحال فكتصبر وكتقلب على الجد والاجتهاد اكثر. واحد اخر لا يقول لك زقر ايوا هادي غنبقى معاه هنا وغنمل في مشاكل وكيت وربما يوقع لها كذا وكذا، كيبدا حسن التخلص بشويه بشويه حتى كيسد الملف ديالها وما مابقاش تعرف كاع عتبات المركز. يقول لك وانا مالي ملي وقع المشكل غيوقف عليا شي واحد؟ واش كيقول لك هو خذ عبره بالرقاة الاخرين، واش تبعوهم للمحاكم؟ تبعوهم للمقاطعات؟ تبعوهم للكوميسيات؟ تبعوهم لكذا؟ لا احد. وربما هذا يحسن لهم يكتبون عنه، انا ما اقول لكم يلاه تفضح يلاه بان، ما كيعرفوش انه كان يعاني ولكن كان يقاوم. لهذا بعض الرقاة ما تلومهمش ملي كيمشيو حتى هما كيقلبوا غير على الحالات السهله. لان فشافوا عبره من الناس اللي قبل منهم اشنو وقع لهم لما خدموا باخلاص وصدق. وما كنقولش عاوتاني الرقاة يحطوا يديهم وما يجتهدوش، لا اجتهد، لكن شوف الذكاء، استعانه بالله، شوف الخبره بفضل الله تعالى، تعاملوا مع الناس حتى توصلوا لكم لانكم كتحاربوا شياطين كبار وابليس كبار. لانكم كتحاربوا شياطين كبار وابليس كبار. قول لي شي مركز ما غاديش عنده فيه الابليس، واخا يكون هذا الانسان هذا الراقي مبتدئ، ولو يكون هذا الراقي مبتدئ في البدايه اكيد سوف يصادف شياطين كبار وابالسه كبار وعفاريت كبار وسحر كبار، اكيد سوف ياتي في اجساد ما في هذا النوع، وبالتالي قد تقع له مشاكل معها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فعليه ان يحسن كيف يتعامل مع هذا النوع من الحالات. مفهوم؟ كنتمنى تكون الرساله باذن الله تعالى وصلت. الأخت صابرين تقول غير منطقي من يفكر أن البرنامج وحده يعالج، بل يجب أن يدير الراقي الجلسة ويدير الراقي الجلسة ويتحكم بسبب الأمور، إذ ليس اسمحوا لي إذ ليس أين هو السؤال؟ إذ ليس معقولا أن نقول للمريض خذ الدواء واشربه دون حاجة متابعة الطبيب. نعم، شوفوا نقول لكم واحد القاعدة نقلتها زمان وباقي كنقولها وكنعاودها. الحالات المعقدة والمستعصية إلا خليتيها المريض نفسه ما عمره يتعالج. واسمحوا لي على الكلام. الحالات المعقدة والمستعصية إلا عطيتيها للمريض وحده ما عمره يتعالج. يقول لك واحد وجزمتي انا باش نكون معك في العقيده، في الغالبيه في نسبه كبيره جدا باش نخليو لك شويه ما يتعالج. السؤال لماذا؟ لان لما كنتكلموا على الحالات المعقده اللي فيها الابالسه والصحراء والشياطين والزهريه والملوك والعاشق والعاشقة والمربي والمربية معقدة في سحة الدم من القبور أقفال السلاسل الموروث من الأب والأم في الأبناء، ملي كتقول معقدة باش تعالج خاصك تفهمها المعالج المحنك
فكيف شي يفهم انسان مبتدئ ما فهم والو في الباب، ولما يفهمها خاصو يوضع طريق خطط طريق للوصول، وكل محطه فيها مشقه. فكيفاش غيمكن تقول لي عقل بشري قاصر في الباب بدن ضعيف انه غيتحمل كل هذه؟ غتقول لي عبد الله غادي عبد الله، يقدر تكون على اختلاف الناس، كاين اللي تقدر يفتح لي الله عز وجل في القيام في الصيام في الذكر في الصدقه، وقد توصل محطه في العلاج يتسد عليه هذا الشيء، او يضعف او يكون عكس في الشهوات والوساوس وكذا، ثم ينتقل الى محطه اخرى وهكذا. إذا كان تحت يد مشرف يوجهه، اما كان بوحدو كيفاش كان بوحدو واجتهد وجد ديك الطفره وديك القفزه ديال يديه في الشك في الله ووسوس الشهوات ومشى معاها، عمرو غيتعاج غيزداد سوءا، ما جاش حتى يكون تقوى ودارو العضلات. وهناك اسرار كثيره في هذا الباب. اذا الحالات المعقده لا بد من اشراف، ولا بد من صبر، ولا بد من متابعه، ولا بد من رفقه وخله او عائله. خذوها مني بالمفيد، شحال من شحال من علاج كيتعطل لان الانسان ما لقاش الخله والرفقه والحضن والعائله، الدعم النفسي والروحي. وشحال من اسره عندها الدعم الروحي والنفسي والخله والتكالف التكافل بيناتهم، كما لقاوش المعالج المحنك اللي يصبر معاهم. فهمتي كيف؟ فلا بد من ان تستغفر جهود وشروط باش توصل الى العلاج، والا الخاسر كنقولها دائما، الخاسر هو المريض، الخاسر هو المريض. لهذا لا بد من ان الرقاة يتهيئوا الحالات المعقده ويصبروا معها. اي نعم فيها خطوره، فيها مجازفه، فيها تضحيه، فيها صبر، ولكن فيها اجر كذلك، فيها اجر. الناس خصهم يعرفوا ان الرقيه ماشي مجرد راقي جالس امامك كيقرا عليك وكيفكر معك فقط، لا، هناك اشياء كثيره تتداخل في نجاح الرقيه، بدايه منك انت المريض، بدايه انت المريض، سرك مع الله ثم سرك مع المعالج، وهذا سران عظيمان في العلاج. حفظ قيد عندك، تحتاج كذا كنت وصلتها في الكتاب، سران عظيمان للوصول الى العلاج. سرك مع الله سواء كان في باب القربات قوي او مذبذب، لكن السر الاول هو التعلق بعرش الرحمن والتوكل على الله والصدق التام وحسن الظن بالله، وهذا قد يصل به الذي هو ضعيف في الطاعة أقوى من هو قوي في الطاعة. فإذا جمعت بين هذه القوة مع قوة الطاعة فأنت على خير. هذا السر الأول. والسر الثاني هو سر تعلقك في صفاء ونقاء وحسن ظن في ذاك الموجه، موجه السهام والدعوات والكلمات والنبرات، هو الراقي والمعالج، لأن هذه لها اتصال. سران عظيمة، ما يمكنش تجالس امام المعالج وعلاقتك مع الله فيها مزعزعه، وانت جالس مع المعالج وعلاقتك به مزعزعه، وحتى وان لم تظهر له فيكون هناك انقطاع، تكسر، تموج، انت الخاسر. فلهذا امران عظيم، ولهذا كنقول المكاشفه والمواجهه جيده. لابد ان تكون تجليات ما بين المريض وربه قبل البدء في الاستغفار والتوبه والانابه والطريق الى الله عز وجل. ثم اذا كان هناك اي شيء عالق في قلب المريض ان يوجهه وان يباشر به المعالج، ليكون قطع صله الشيطان على القلبين، ما يكونش بيناتهم، خلاص ينحر ويذبح ويزال باذن الله جل وعلا هذا الشك وهذا الوسواس عن طريق الجلوس والصفاء بفضل الله تعالى في الكلمات وفي توضيح هذه الامور، لان الشيطان له مداخل. مفهوم؟ وكذلك السران عظيمان يكونان للمعالج، سره مع الله وسره مع الذي امامه في الجلسه. دوام السر في الاستعانه بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله حتى اخر دقيقه، وكذلك حسن صدقه ورميته حتى يشفى هذا المريض الذي امامه لاخر دقيقه. هذا السران ياتيان بالعجل، ياتيان بالعجل.
نشرحها باذن الله اخت جنات، لانها مهمه. صله المريض حينما ياتيك هو امانه وفي نفس الوقت غنيمه. امانه لانه امنك على امور، وغنيمه لانك قد تصل به الى امور. هذه هي الغنيمه. طيب، ما تفسير حلم اثنان اصحاب على جدران احد المقابر المدينتيه وبعدها سقط احد الجدران تلك المقابر بسبب قوه المياه، وتلك المياه تلك المياه اخرجت كثير من المجوهرات الفضيه وجمعتها. اثنان من اصحاب على جدران احد المقابر، اثنان من اصحاب على جدران احد المقابر بالمدينة وبعدها سقط أحد الجدران تلك المقابر بسبب قوة المياه. طيب، أنا النصيحة لله جل وعلا هو التركيز على أصحاب القبور وإبطال أصحاب القبور، وتبطل بإذن الله سبحانه وتعالى، وحين يلمع نور الخير ويشرق بإذن الله تعالى فضل النعم في كل مكان بتوفيق الله عز وجل، وحين تكون الحياة بفضل الله عز وجل ماء غدقا بفضل الله عز وجل. وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. هذه مبشرة بفضل الله تعالى، وفي إشارة على أسهل المقابر وتعطيه الرزق، وأنه يأتي بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى. ما مشكلة التعليقات التي لا تظهر يا شيخ؟ الكل يشتكي من الأمر. بداية، أنا لا ألقي بال لهذه الأعطاب التقنية، سواء عدد المشاهدات على قناة يوتيوب أو فيسبوك أو هذا، لأن الغاية عندي هو حضورك. لكن وجود هذا العلة التقنية قد يرجع إلى مشاكل يعني في إدارة الفيسبوك، قد يكون راجع إلى إدارة فيسبوك أو ربما التبليغات، أو تكون هناك أمور لا أعلمها والله أعلم، الله أعلم بها. لكن ممكن أن نتجاوز بإذن الله تعالى أنتم أعلم بهذا مني. أسأل الله تعالى أن يوفق لكل خير. لكن هذا الأمر الذي لا علم لي به ولا ذات به، لا أعلم سره صراحة. الأخ الحبيب يقول أودي الله يعطيك الرضا وخلاص الشريف. الله يجزك بخير وحسن الله إليك وبارك الله فيكم. أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم ويرفع قدرنا وقدركم ويجعلنا وإياكم على هدى وعلى البر والخير. اللهم آمين آمين. أسأل الله أن يجمع كلمة الإخوة والرقاة ويرفع قدرهم ويحفظهم من شر شياطين الإنس والجن، ويصب عليهم جميعا الخير صبا صبا، ويرزقهم الصدق والإخلاص والقوة والعلم ثم الذكاء، ويحفظهم من شر الأعداء. اللهم آمين آمين. سي ربيع، أنا أسمع القرآن وأغمض عيوني أرى نفسي بمكان آخر، مثل اليوم رأيت نفسي حلمت بسهولة، حملت بسهولة قارورة غاز ورأيت بها عندي فتحت عيوني وجدت فعلا قارورة عند رأسي. اسمحوا لي ما طيب السؤال. طيب، صراحة وددت لو أن بعض الأخوات يكونوا أثناء الجلسة يسطروا، يكون عندهم واحد المذكرة والحالات اللي كدوز عندنا يكتبوها وناقشوها، يكون الأمر فيه تفصيل وفيه فائدة. لأن حضرت معي البث المباشر، سمعت الناس كيفاش يتشكاو وكيفاش يعني همومهم وعلات ديالهم، كيفاش الجيل مثلا صعد وتكلم. وددت لو أنها تكتب هذه الجلسات وما حصل فيها ونناقشها تفصيلا، يعني مثلا نختار جلسة من الجلسات، لأن ما شاء الله كل يوم عندنا جلسات، فيعني تبارك الرحمن يعني كتكون فيها مواقف كثيرة جدا وفيها يعني فيها ما فيها يعني صراحة شيء تحتاج إلى التفصيل.
وفيها وقفات سواء فقهية أو وعظية أو تعليمية بفضل الله تعالى، أو عقدية بفضل الله تعالى، أو إعجازية مثلا، أو من غرائب الجن والشياطين، أو فيها أشياء مضحكة مبكية. وذلك لو أن بفضل الله تعالى هذه الأمور تسطر أثناء البث المباشر، نناقش بالتفصيل حالة ونعطيها الوقت الكافي بفضل الله سبحانه وتعالى، منها تكون مرجع للحالة تفصيلا وشرحان ولأهلها وأصحابها، ثم كذلك للإخوة في الانتفاع والنفع بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلام في الحالة لا شك أنه سيدعونا إلى الاستطراد والشرح والتفصيل في جزئية عالم الجن والشياطين، ويكون الفائدة تكون أقوى وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. صراحة أنا أعطيكم أفكار لو أنكم تشيرون عليها، فأنا مرحبا مستعيد إن شاء الله عز وجل. حالة الجزائرية من فرنسا وأصلها من القسنطينة تشبه حالتي من الجزائر القسنطينة. أعطينا نبذة، شو عند السيدة هذه؟ غزوات زبير عندي فتحت عيوني وجدت فيها قاط عند رأسي وغاز مشتعل ويدي تحرك. تسجيل كاميرا يظهر أني لم أتحرك من المكان وأنا أسمع القرآن. من الأفضل أن توثق حسابك يا شيخ حتى تفادى التبليغات. إن شاء الله خاصين بإذن الله تعالى. والله شوف، كان في الطلب نشتاكل على صفحة خاصة نعطيه البث المباشر، وكذلك الإجابة على الأسئلة والإخوة. الصفحة تكون ربما الصفحة أقوى من الحساب الخاص، لأن حتى عدد الآن مثلا دائما نوصل واحد العدد 5000، كنبداو نحيدوا الناس ونجيبوا الناس وهذا لا يليق. شحال ديال الناس تبضع أصدقاء كيضيعوا وصديقات كذلك، فكيبقاش عندهم الرؤية المباشر، وكتلقاو على البث مثلا الحضور كيكون 100 او 200 او، ولكن ملي كتمشي تشوف كتلقى شافوا 5000 9000 وكذا. يعني هذا الحد كله باغي يكون حاضر، ولكن للاسف الشديد ما كيقدرش. لو كان صفحه غادي يكون احسن. فلهذا كنتمنى من الاخوات والاخوه انهم يفكروا معايا ويذكروني. انا كانت الاشغال كتنسيني، كتخليني مشتغل دائما غير في الرقيه والرقيه. أنا هذه الأمور راه مهمة جدا، كنتمنى نكون مشتغل على الصفحة. وذكروني قول يا شيخ أوقف البث مباشرة هنا وافتحوا في الصفحة. وعليكم أنتم أنكم تدلوا الناس والإخوة والأخوات على الصفحة حتى أعتاد الصفحة إن شاء الله، وتكون أحسن بإذن الله. لأن الصفحة غادي تخلي العدد الكبير يوصل للمليون وأكثر، والناس في عوض ما نحضروا بهذا العدد غيقولوا بالآلاف بفضل الله عز وجل. لأني يعني أعلم أن كثير من الناس بغي الإجابة على الأسئلة، بغي نعالجهم على المباشر، نساعدهم على المباشر، نفتحوا باب ديال الاتصالات على المباشر، يحوزوا غرائب وعجائب مع الجن. كاين ناس عندهم حالات معقدة ومستأصية بغي يشكيوها الناس ويعودوها بلسانهم باش يتبان حقيقة القوة، وأنهم يستحقوا أن يكونوا يتقدموا في علاج، لأنهم حالة معقدة ومستأصية ما تحتاج يعني تحتاج التدخل السريع. يعني هناك أحوال كثيرة علينا فعلا لأننا نشتغل عليها جميعا ونتعاون بإذن الله تعالى. نرجع للنقطة اللي بديت بها اليوم، وهي إن شاء الله عز وجل غادي نكتفي بمركز مراكش إن شاء الله، والمراكز الأخرى ما قطعش الرزق ديال الناس، غيبقاو خدامين ولكن ستغلق فيهم مسألة الرقية. لا لشيء إلا لأنني لا أرى الصورة التي أريدها لأرتقي في الرقية، ما كنشوفاش أنها غادا داكشي اللي باغي أنا، وكتعطلني المشاكل اللي كتجي. أنا بغيت اللي غادي يخفف عليا ومتكونش عندي المشاكل باش ننجح أكثر. فلا كانت الأمور أنا غادي تحز في نفسي وغادي تأخرني باش نحل المشاكل، فلا داعي لها، لا داعي لها، وأكتفي بمركز ناجح فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. احترامي للجميع دون تقليل أو تنقيص من أحد، مفهوم؟ فلهذا إن شاء الله، فلهذا إن شاء الله عز وجل المركز بإذن الله مراكش، والذي سوف
أكتفي بي بإذن الله، ومواقف أخرى سأعلن عن طريقة تسييرها في أمور أخرى إن شاء الله عز وجل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما مسألة أخرى أنصحكم، أنا مبقيتش موقف ما كنشدش المواعيد نهائيا، أنا موقف ما كنشدش المواعيد بالمرة، لأن الطريقة ديال حجز الموعد وهذه المسألة المسائل القديمة أنا وقرتها فهمتي، وفهمتي عدد من الناس إن شاء الله عز وجل لما نحيدهم أنا غادي نقول للناس كيفاش، لأن هذيك الطريقة اللي كانت ما حتى هي أنا أقولها حتى أسير أموري بإذن الله بشكل سهل ويسير بنفسي. حينها إنسان غادي إن شاء الله يتعالج، غادي يجي عندي إن شاء الله مباشرة وألتقي به أنا شخصيا مباشرة بإذن الله، ويكون غير الخير بإذن الله. لما نحيد الناس اللي في ذمتي، الناس اللي بغيت تعالج ما نقولش لها لا، ما غاديش نمنع عليها ما علمني الله سبحانه وتعالى، أو ما غنمنعش عليها كذلك فضل الله عز وجل في المركز والانتفاع بالإخوة والعلاج والجلسات وهالشيء لا أبدا، ولكن يكون الجلوس معي أنا شخصيا دون أي إنسان، الجلوس معي شخصيا. اللي غادي يجي أول مرة ما كنستناش منك تصيفط ولا ترسل ولا تام، ملي غنفتحوا باب المواعيد بإذن الله غتجي عندي وتجلس معايا إن شاء الله شخصيا، نسمع منك، نسمع من معاناتك، ونقول لك مثلا هالوقت اللي غادي ممكن يكون في العلاج، وهالأيام اللي ممكن تكون في العلاج، وهاد الحالات اللي كتقتضي كذا أو كذا من خلال ما علمني الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي كاين. كنظن كلامي واضح بفضل الله سبحانه جل في علاه، واضح والحمد لله رب العالمين. وبهذا غنحيدوا إشكالات كثيرة جدا، حيدوا إشكالات بزاف معقدة الأمور على الإخوة، صافي كاين اللي معقد هنا، حنا بغينا غير اللي الحمد لله ميسرة وسهلة وغتنفع الناس، تنفع الناس بفضل الله تعالى. أي إحتكاك اللي غيدير الإحتكاك بيني وبين الناس أو الفجوة بيني وبين الناس، ما عندي ما غندير بها، أي حاجة ما عندي ما ندير بها، راس مالي أنا بسمعتي، راس مالي أنا في إجتهادي، راس مالي أنا في الثمر ديال العلاج، وقبل ذلك راس مالي في محبتكم هي من الله عز وجل. ما يمكنش نضيعها بأي شيء، ما تساويش ولو مال الدنيا، مفهوم؟ وكل شيء يجبر ويعوض بفضل الله تعالى. وإن أخذوا منك ما أخذوا لك الذي يأخذ منك محبة الناس والعلم الذي قذفه الله في روعك وفي فهمك. انظر الله تعالى يدوم عنا فضله إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين. طيب أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، لكن ربما نشوف وقت هذا متأخر، يعني الصباح عندي جلسات إن شاء الله عز وجل، الصباح عندي جلسات بإذن الله عز وجل. فكنقول للمتابعين متابعي العلاجات هنا، صبروا بإذن الله ولن تروا إلا الخير، وكلكم بفضل الله تعالى تروا الاجتهاد معكم، تروا المواقف اللي كنوقف معكم، تروا بفضل الله الوقفات العلاج اللي وقفناها بفضل الله تعالى، توفقنا وصلنا لها معكم بفضل الله عز وجل. منكم من نشوف فيهم أمراض مستعصية، منكم من تحسن أحوال خطيرة جدا، منكم من رأى الغرائب والعجائب بفضل الله عز وجل، منكم من ضابط نفسه بالعلاج، وباقي كان مخصوصين مع ناس في المركز بإذن الله. ولا شك أن المخير ولو تعالجوا تقابلنا المحبة والمودة، ولو نصلوا إلى نسبة كبيرة في العلاج، أو قضى الحال أنكم تسافروا مع البرامج تقابلنا المحبة والمودة بإذن الله، لأن هذه أعظم شيء نعوضوا عليه إن شاء الله تعالى. وأعلم أن شيء أي شيء جاء في الطريق باش يحول بينه وبينكم ما هو إلا كالشوائب التي تكون في جنبات الوادي، القش، القش هذا لا قيمة له، القش هذا لا قيمة له، لا يساوي شيء، مفهوم؟ والحمد لله أنه جعلكم أهل فضل وخير، ولا نزكي أنفسنا، إن شاء الله نكون أهل فضل وخير، وبفضل الله تضافر الجهود لننصر بفضل الله على الشياطين الإنس والجن وعلى الصحراء والأبارسة بتوفيق الله تعالى. ونطلب الله عز وجل يفتح علينا ووفقنا لكل خير. اللهم آمين آمين. أشهد الله أني هز عنكم وكنفكر فيكم بالليل والنهار، ونطلب الله تعالى أنه يجازينا على النية ديالنا الطيبة، الله تعالى يجازينا على النية ديالنا الطيبة. أي واحد كنفكروا 100 تفكير تفكير كيفاش نوصلوا للعلاج بأيسر الصبر في أسرع وقت بفضل الله عز وجل، وكل واحد كيأنبنا ضميرنا وكنفكروا بفضل الله تعالى على أنه يخرج منا راضي بفضل الله عز وجل. ولا قصر أي واحد في حق الناس، والله العظيم لأول ما يجهز الهم وهذا العبد أمامكم. فنطلب الله سبحانه وتعالى كل من دخل بالصدق والنية
معنا أن يبارك له الله، وكل من دخل معنا بسوء النية وبسوء الله يعلمه، سأل الله عز وجل ينشل يده وينشل قدمه ويخلص لسانه وينبذ فكره ويجعل دائرة عليه. سأل الله يسلط عليه الشياطين والأبالسة، ويسلط عليه الأسقام والأصحاب، ويسلط عليه شر طوارق الليل والنهار، يعذبونه عذاب شديد حتى يذوق وبال أمره ويذوق طعم الناس الذين يأتون من كل زمن كل مكان، وهم يحملون الهم والحزن ويحملون الأسحار. هذا باش يأخذ العبرة بإذن الله عز وجل. وكل من يحمل همهم بشفائهم ودوائهم وسعادتهم وفلاحهم، سأل الله أن يرفع قدره وشأنه ويزده خير في خير. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.